ده لجوه. ده الهدف بتاع. فانا لما نتكلم يا كابتن فاروق على 4 اهداف فيهم 2 سلام. يعني النتيجه المفروض بين الشوطين 2-1. 2-1 طيب تفرق كتير. تفرق، لكن في طبعا احباط. طبعا في احباط. ده عمرو عمل 3-4 حاجات في الكوره دي، يعني تمركز بشكل كويس، وقف كوره ايده ثم دماغه ثم الوان تاتش، يعني او يعني اهي ايده اهي شغاله، وبعدين دماغه ثم اللي هي التصويبه في المرمى، ودي مهاره المهاجم، يعني دي مهاره المهاجم. بس بتاعت الايد دي مهاره ايه بقى؟ لا يعني هو يعني ما حسبهاش اللي بايده بقى، يعني مهاره هو الحكم ما حسبهاش. هو عايز اقول يا كابتن علي فاروق، لما يبقى النهارده 4 اهداف منهم 2، ما تحبط اي حد. لا تحبط اللعيبه وتحبط الحقيقه يعني وبعدين حاجات واضحه. يعني هل الحكم ليه دور في تغيير نتيجه الشوط الاول؟ لا ماليش دور، هو الزمالك لعب افضل. بعد هدف المحل تراجع وبعدين صدق نفسه وبدا يلعب بقى على اساس ان هو ممكن يكسب المباراه. بادئ المباراه مدافع صح وبيقفل صح ومش مدي مساحات. بعد الهدف طمع وبدا عاوز يهاجم بقى تاني بالزبط. ويغطي ويجيب. فطبعا لا، انت تجيب جول وتقفل تاني عشان تلم الامور تاني. ميدو هو بيقول بعد هدف عمرو، يعني بعد هدف عمرو ميدو يعني بيقول لا يعني لا مش ميدو.